ان مجلس النواب وافق على خفض التعريفه الجمركيه ل 74 صنف. هو طبعا انتوا عارفين ان في حاجه اسمها التعريفه الجمركيه، وفي السعر بتاع الدولار لما ابتدى ان هو يزيد، وفي سعر التعريفه الجمركيه ابتدى يتغير، وفي شويه سلع اصلا زادت التعريفه الجمركيه بتاعتها، بس ده كان زاد علشان كنا بنحاول ان احنا نحافظ على المنتج المصري. يعني في منتجات مصريه احنا عايزين المواطن المصري يكون بيستهلكها اكتر، فابتدينا ان احنا نرفع التعريفه الجمركيه في المنتجات المنافسه ليها اللي جايه من بره علشان نحافظ على منتجنا المصري. لكن برضو في منتجات مش هنعرف ان احنا نستبدلها ونجيبها من بره، يعني لازم هنجيبها من بره في وقت من الاوقات، يعني زيها زي مثلا العديد من الادويه او مواد غذائيه معينه. وعشان كده وافق مجلس النواب برئاسه المستشار الدكتور حنفي الجبالي ان هم يبصوا تاني على الخطه، واللي تم فيها الاتفاق ان يعني بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هم يكونوا بيخفضوا التعريفه الجمركيه لبعض السلع. السلع دي وصل عددهم ل 74 صنف، وغالبا ال 74 صنف دول احنا فعلا يعني ما كانش عندنا يد ان احنا نكون بنصنعهم بشكل او باخر، وفكره ان احنا نقلل التعريفه الجمركيه بتاعتها المفروض ان هو في الاخر هيقلل من ثمن السلع دي بالاستهلاك بتاعها، فمع حتى زياده الاسعار مثلا او مع زياده اسعار الدولار مثلا او مع عدم استقرار سعر الدولار الموجود، ففكره ان انت بتخفض اسعار جمركيه لسلع انت شايف ان هي اساسيه في البلد وتفضل محافظ على ثباتها، فدي فكره كويسه جدا جدا. المفروض ان هي في الاخر تترجم برضو ان الاسعار بتاع المواد الاساسيه دي تكون ثابته. كمان نقطة ان احنا بنخفض يعني جزء من التعريفة الجمركية ل 74 صنف، خلينا نوضح برضو للمشاهدين ايه طبيعة الاصناف دي وليه هيحصل تخفيض في التعريفة الجمركية الخاصة بالاصناف دي. يعني مثلا العربيات اللي هتشتغل بالكهرباء او بالغاز، لو المكون المحلي فيها نسبته يعني بتكبر بنفس يعني الحجم او بنفس المقدار، يعني نسبة التخفيض في التعريفة الجمركية هتبقى اكبر. يعني كل ما زاد المكون المحلي كل ما زادت يعني انخفاض في التعريفة الجمركية، وده علشان نشجع التصنيع المحلي زي ما احنا كنا لسه بنقول، وفي نفس الوقت علشان برضو يعني نخفف من على عاتق الناس اللي هي بتساعد ان احنا نوطن الصناعات وان احنا نطور من صناعات مهمة زي العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء وبالغاز كمان.